بعد بضع شهور غابت فيها الأمطار وضرب الجفاف أكثر في عمق دجلة. عادت المياه ليس عن طريق تركيا وإيران، إنما بتساقط مطري رعدي غزير رفع مناسيب دجلة والفرات. لكن الأزمات التي ترافق البلاد في جفافها أو في هطول أمطارها لا تنفك محدثة غرقا في شوارع رئيسية في العاصمة بغداد ومدن عدة. مشاهد الغرق مألوفة في الشارع العراقي، انقطاع حركة السير في مناطق عدة بعد دخول البلاد في أول زخات المطر. هنا غمرت الأمطار مركزا صحيا شمال ذي قار، مشهد مألوف كذلك. المنخفض الذي يستمر حسب الأنواء الجوية لثلاثة أيام أحدث حالة ارتباك عند الكثيرين ممن تضرروا بحالات ربو واختناق بسبب غزارة هطول الأمطار وقطع الطرق، الذي طالب مواطنون الجهات المسؤولة سيما أمانة بغداد في العاصمة ومديريات المحافظات، كما حدث من غرق في بعض مناطق ديالى، طالبوا بسرعة مواجهة غزارة الهطول المطري خشية الغرق وتضرر الأملاك. الكوت وفق الأنواء الجوية جاءت في مقدمة المدن الأكثر تساقطا للأمطار بكمية 43.2 ملم، تلتها بغداد بكمية 30.9 ملم، ثم حي الحسين في البصرة بكمية 20.5 ملم. أمين بغداد وجه باستنفار الجهد البلدي لتصريف مياه الأمطار، وتوعد المقصرين بإجراءات عقابية وإعفاء عدد من المسؤولين المقصرين. بيان أمانة بغداد ذكر تفعيل خطة لتصريف مياه الأمطار. هطول مطري أثلج صدور المواطنين بارتفاع منسوب دجلة، لكنه أغضبهم لغياب ما وصفوه بخطط عملية في حال حدوث منخفضات جوية طارئة في البلاد.